هاي هاي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين ومبسوطين. بكرة مدارس، خلاص اخر دفعة في مصر هتطلع بكرة المدارس، مش كده؟ مش احنا بكرة 1 اكتوبر، بكرة الحد المدارس، مش كده؟ في ناس بدأت النهاردة، معقولة؟ النهاردة ايه، السبت؟ في ناس بتشتغل السبت، اوكي، بس خلينا يعني نقول ان في ناس الاغلبيه بكره ان شاء الله اول يوم مدارس، فاحنا النهارده وبكره بقى مركزين شويه في موضوع اللانش بوكس. يعني هنبقى ايه، كلنا اذان صاغيه علشان نفكر مع بعض افكار للانش بوكس وافكار للمدارس. مينلي مش غدا، انا عايزه اهتم باللانش بوكس. دايما بقالنا فترة كده بنهزر وبنضحك، وليه يعني، وبنحط، كنا زمان بنحط أي ساندوتش وخلاص وكده. أنا ضد التعقيد، يعني ضد إن احنا نعقد الدنيا قوي ونحط حاجات كتيرة جدا 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 في اللانش بوكس، بس كمان مع إن أنا أعمل لانش بوكس محترم. يعني حتى لو احنا على أيامنا كنا بناخد الساندوتش، كان جبنة وخيار، يعني يوم ما كنا بنبقى جامدين جدا بيبقى معانا ساندوتش حاجة تانية، ما كانش بيبقى فيه اختيارات. لكن بما ان الجيل مختلف وهو ده دلوقتي الوضع، فانا بحب امشي مع الجيل. يعني احنا خلاص دلوقتي وقتنا هو ده اللي هنعمله، يبقى هنعمله، مفيش مشكلة. مش هفضل الناس كلها بتعمل لانش بوكس واولادهم بيعملوا لهم لانش بوكس وانا بعمل حاجه بسيطه جدا عشان انا ضد. لا، انا مش ضد، انا مع، بس مع الافكار اللي ممكن تكون صحيه، ممكن تكون مغذيه، ممكن تكون معموله في البيت، اختيارات كتيره. فخلونا النهارده وبكره ان شاء الله نعمل كده حلقتين لانش بوكس لذيذ، اديكوا فيهم افكار، نتكلم فيهم عن المشاكل اللي بتبقى مقابلانا يعني واحنا بنعمل لانش بوكس، نحاول نفكر مع بعض. وهنسيب لكم النهارده ان شاء الله بوست على صفحه البرنامج علشان تبعتوا كل اسئلتكم اللي تخص لانش بوكس زي ما انتم حابين بقى. عايزين افكار في مشاكل معينه بتقابلكم، سن ايه اكتر سن محير لللانش بوكس بيبقى عباره عن ايه، الكبار الصغيرين، يعني مثلا في ولاد صغيرين جدا اللي هم بيبقوا عايزين المكرونه المسلوقه، بيبقوا عايزين ما بياكلوش سندوتشات جبنه، في ناس تانية بتاكل بس عايزه حاجه سخنه، اكل هوت ميل، عايزه تاخد معاها بطاطس، عايزه تاخد معاها بيض. كل مشاكلكم، في بقى الكبار كمان، ده في اللي هم ثانوي، اعدادي وثانوي، ثالثه اعدادي، اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، دول كمان بنبقى لازم نديهم لانش بوكس، بس ما ينفعش يبقى عيالي كده عشان هم كبار طبعا وهيقفشوا علينا لو عملنا لهم حاجات اطفال. فبنفكر لهم بره الصندوق وبنحاول نعمل لهم حاجات مختلفه. خلونا نفتح موضوع لانش بوكس النهارده وبكره ونتكلم عن كل المشاكل اللي بتقابلني وبتقابلكم ونجمعهم مع بعض ونحاول نحلها. اول حاجه عندنا وصفه معجنات لذيذه جدا، ساندويتش بس شكله مختلف، ده بقى يمشي مع اللي هي ايه، تانيه اعدادي وتالته اعدادي وكده، عيش لذيذ قوي بس هم هيعجبهم قوي الشكل ده عشان هيبقوا بياكلوه في الكافيهات وفي المحلات، ولو عايزين يروحوا الكافيتيريا بتاعه المدرسه او الكانتين او كده هيلاقوا حاجات شكلها مختلف فهيبقوا حابين يشتروها. وانا بصراحه ضد الشراء من بره، وانا بحب ان انا اقدم اللانش بوكس بتاع البيت اللي انا عاملاه بايدي، اللي انا غسلاه بايدي، اللي انا طبخاه بايدي، حتى لو لقمه جبنه ابقى انا عاملاها بصراحه في البيت افضل واحسن كتير. هنقدم ساندوتشات المدارس. تعالوا نقول مقادير العجينه اللذيذه جدا دي، عباره عن ايه، 400 جرام من الدقيق، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه صغيره من السكر، كوبايه حليب، معلقه كبيره خل، نص معلقه صغيره من الملح، معلقه كبيره زبده، وميه دافيه للعجن. برضو بالراحه كده هنشتغل بالميه بالراحه لان فيها سوائل، فمش هنديها سوائل كتير. العجينه مغذيه ولذيذه جدا، لو عايزين كمان تضيفوا ليها بيضايه من جوه اوكي، احنا تمام اشتغلنا بيها من غير بيض وزي الفل وجميله وكل حاجه، فيها الزبده وفيها اللبن ومغذيه ولطيفه. لو حابين تعملوا ميكس دقيق مثلا يكون صحي، سواء القمح الكامل او دقيق شوفان، برضو ما فيش مشكله، اعملوا ميكس ما بين الدقيق الابيض ودقيق القمح الكامل، لان دايما الاطفال الحقيقه بيتضايقوا من انواع الدقيق التانية يعني الصحيه. نعمل ايه كمان، عايزين للدهن 2 بيضه وفانيليا ورشه قهوه سريعه الذوبان، للوجه سمسم محمص وحبه البركه،
حشوات براحتكو، ده ساندويتش يعني هحط فيه بسطرمه، جبنه فته، خس، شبت، خيار مخلل، طماطم، جبنه، لانشون، عيشي حياتك بقى، ده ساندويتش وانت تقدري تشكليه زي ما انت عايزه. يلا بينا هنحط الدقيق، هنحط الاول ايه، تعالوا نحط كده شويه ميه دافيه او اللبن يعني براحتك، اللبن او الميه، ونحط فيهم السكر مع الخميرة. يلا بينا ننزل بالدقيق في العجانة، أو طبعا نعجن بإيدينا فمفيش مشكلة، احنا عجننا كتير مع بعض بقى، أنا بعجن بإيدي وبالعجانة وبراحتي. يلا عندي كمان الزبدة، أحط الزبدة كده مع الدقيق. عندنا هنا ده إيه، ده الملح ولا إيه؟ ده الملح. طيب هحط الملح كده مع الزبده واقلب عشان الملح يتوزع كويس، عشان ما ينفعش نحط الخميره والملح مع بعض. يلا وزعنا الملح والزبده مع العجينه، ننزل بقى الاول علشان ناخد كل كميه الخميره والميه اللي عندنا، وبعدين نكمل باللبن. هنزل كمان بالخل واللبن واحده واحده. نبص على العجينة ونشوف محتاجة ايه، لسه محتاجة شوية سوائل. يلا ننزل بشوية لبن كمان. بص بتلزق، محتاجه عجن مش محتاجه سوائل، انا هعديها بس شويه ميه صغيرين قوي، معلقه ميه، وهسيبها تكمل عجن، انا عايزاها تلم كويس. احنا متفقين ان اهم حاجه في العجينه ايه؟ العجن الكويس قوي والتخمير، تمام؟ وده اللي انا عايزاه، انا عايزه اعجن كتير، والعجن ده هيخلي لي العجينه اتشربت ومن غير ما تاخد سوائل كتير، وابقى فاهمه كمان النتيجه النهائيه عامله ازاي، العجينه بتاعتي دي ناشفه طريه ايه مالها. فانا عندي هنا العجينه طريه اهي، انا بس بحط ايدي في الدقيق كده، ما بديهاش دقيق اكتر من كده، العجينه طريه تروح للملزقه لكن ما بتلزقش في ايدي،
لو انا مسكتها كده هلاقيها منديه تمام، بس ما بتلزقش بايدي. هلم العجينه بتاعتي بالشكل ده كده، ممكن ايه نديها كده عجنه بايدينا، بسيطه ولذيذه وسهله، ما فيهاش اي عقد ولا اي حاجه، عشان اعمل عجينه طريه يعني ما تبقاش ولا ناشفه ولا حاجه. انا عملت ميكس ما بين الميه وما بين اللبن تمام. نحطها بقى هنا كده، العجينه منديه مش ناشفه خالص اهي طريه. اوكي سيبها بقى علشان تخمر. طيب بعد ما تخمر، تحبوا تطلعوا فاصل دلوقتي عشان نرجع نشتغل على طول؟ نشتغل. طيب بعد ما تخمر بتبقى بالشكل ده، بصوا لذيذه ازاي اهي. غطيناها كويس قوي وزي ما احنا شايفين كده خمرت وبقت زي الفل. طيب ننزل العجين طبعا، يلا بينا. ده احسن لي كتير افضل لي اصلا. يلا بينا، تعالوا بقى نرش كده رشه، ما تكتروش دقيق قوي في الرشات دي علشان هي العجينه بتاخد من الدقيق برضو اللي احنا حطيناه ده، فبيفرق في الملمس الاخير بتاعها. ايدك بس تبقى كده يعني فيها شويه دقيق، وال سواء بتشتغلي على اي حاجه او بتشتغلي على الرخامه ده افضل كتير. انا عجباني قوي العجينه قوي. يلا نشيلها بقى كده، بسم الله. لسه بقى العجينة طرية وجميلة وملمسها حلو عشان احنا خمرناها على ملمس جميل تمام. ناخد بقى منها ونعمل كده على حسب طبعا حجم اللقمة اللي انت عايزاها. انا بحاول احتفظ بالهواء برضو ما ايه ما خلصوش كله، ممكن تهبطيها عادي، وبس يعني ايه نحاول ان احنا ايه نشتغل كده في احجام شبه بعض او قد بعض، وعشان هنسيبها شوية كمان ترتاح بعد ما اتقطعت، وبعدين نعمل الرغيف بتاعنا تمام. نيجي هنا، ادي العجينة بعد ما بترتاح حوالي ربع ساعة مش أكتر من كده. تعالوا نغطي دي ونشيلها على جنب. نشتغل بقى على الكاونتر كده. يعني المرة الأخيرة للتخمير أو إن العجينة ترتاح دي 10 دقايق ربع ساعة كفاية قوي. هاخد كده قطعة واقوم عامله ايه، عامله كده بالنشابه. مش بنرفعها قوي ها، ده تمام جدا. واجي هنا عندي زبده سايله مسيحاها، ولازم ضروري جدا الخطوه دي عشان تورق معايا. هقوم عامله كده. احنا انهي صينيه اللي هنشتغل فيها دي؟ صح. تعالوا نحط بقى كده ايه، ندهن بس صاج اي حاجه، زبده زيت اي حاجه، واخدها كده احطها هنا، واقوم رايحه عامله كده كده اهو. لازم اعمل الرق ده ضروري. واقوم سايباها بالشكل ده كده. ده كده هيبقى شكل الساندوتش. يلا تاني.
الزبدة ونتنيها بالشكل ده. طيب نيجي بقى للطبقة التانية، ناخد صفار بيض أو بيض زي ما تحبوا. أنا هاخد صفار البيض فقط. يلا بينا يا زياد، ازيك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. نعم الحمد لله. اتفضل انا سامعاك. عايز طريقة الكب كيك. حاضر من عيني. شكرا يا زياد. الطبقة دي بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن صفار البيض أو البيض، عليها شوية من القهوة سريعة الذوبان، عليها رشة فانيليا صغيرة، عليها معلقة لبن، وادهن بالشكل ده. كده ممكن نحط زبدة كمان من فوق الوش، بس كده كفاية. ندهن كويس عشان ناخد لون محترم. ايوه نرش السمسم، نكتر بقى السمسم شويه كده، رشه سمسم محترمه على شويه من حبه البركه، ونكون مسخنين الفرن، ندخله على فرن سخن، وكده نطلع فاصل سريع نرجع على طول. هنرجع جري، هتلاقوني خلصتهم كلهم وحطوه في الفرن اول ما ترجعوا، وندخل على الوصفة اللي بعدها. يلا بينا. رجعنا من الفاصل، وقبل الفاصل كنا بنشكل عجينة سندوتشات المدارس. ده كأنه عيش، بس طريقة التقديم بتاعته مختلفة، لذيذة جدا. الولاد لما هتشوفوا هو محشي بالشكل ده هيحسوا ان هما بياكلوا حاجة مختلفة تماما عن اي ساندوتش. فأي عجين تعملوه في البيت وتحسوا ان هو في فايض منه، على طول شليه في الفريزر وطلعيه قبل التقديم على طول، او قبل الحشو على طول. دخليه مايكروويف، دخليه فرن، بس اذا هتدخليه الفرن لازم ترشيه بشوية مية. ده علشان لو عجنتي اي عجين وحسيتي انه ناشف او فيه حاجة او كده، ما تبيتيهوش بره، يعني يا دوب انت كله منه النهارده، اعملي منه سندوتشاتك النهارده، الباقي يتقفل كويس او يتشال في الفريزر، طلعي على قد الاستخدام. اذا طلعتي اكتر او حسيتي ان هو بقاله كتير ما عندكيش مايكروويف، رشه ميه ودخلي الفرن، هيطلع معاكي كانه طازه وفله، بس ما تعليش الفرن على الاخر، يبقى الفرن على الهادي كده ودخليه. تمام، ده شكل العجينه في الاخر قبل ما تدخل الفرن. هتدخل الفرن حالا، ده شكل الساندوتش. يلا بينا. طبعا يستحسن بعد اي تشكيل ان احنا برضو نسيب العجينه ترتاح 5 دقائق، يعني ما اشكلش واعمل الرقات واعمل كل حاجه واقوم ادخلها على الفرن. 5 دقائق العجينه ترتاح، تاخد كده وضعها، تدخل الفرن تطلع لنا زي الفل. يلا العجينه اللي بعدها علشان نعمل فطاير لذيذه جدا تنفع معانا في اللانش بوكس. بس الفطاير دي هندخل معاها التفاح، فيعني احنا كلنا بنشتري بقى التفاح البلدي الاحمر الاخضر، ايا كان التفاح اللي عندنا نقدر نستخدمه، وهيبقى لذيذ جدا لو دخل في فطير التفاح. الولاد هتحس ان هي بتاكل حاجه جديده. يلا بينا فطاير التفاح. محتاجين ايه؟ محتاجين 5 اكواب من الدقيق، طبعا عايزين تعملوا اقل ما فيش مشكله. محتاجين ربع كوب من الزيت، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره خميره فوريه، 2 معلقه كبيره من اللبن الباودر، رشه ملح، كوبايه زبادي، وميه للعجن. الحشوه محتاجين تفاح احمر او بلدي او اخضر، ايا كان التفاح اللي بتستخدموه، هنقطعه مكعبات وهنقشره، 1/2 كوبايه من السكر و2 معلقه كبار من القرفه، وللدهن عندنا بيضه وباكو فانيليا.
هنحط الطاسة على النار قبل ما نعجن. ليه؟ هشتغل في التفاح الأول. التفاح محتاجة ان هو يستوي ويبرد، فهحط التفاح والسكر والقرفة على النار كده. مش هحط القرفة دلوقتي، خلينا الأول ايه نشوح كده التفاح مع السكر. ممكن نحط له معلقتين من المية عشان التفاح بس يدبل ويبتدي ينزل ميته. نروح بقى للعجينة دلوقتي. عجينة لذيذة طرية. العجينة دي احنا ممكن نستخدم طبعا عجينة الباف بيستري الجاهزة، بس بتبقى بتفرفط بزيادة، مش كل الناس بتنزل سوبر ماركت وتشتري من وسط طلباتها باف بيستري جاهزة. يعني الأسهل لي والأطرى للأطفال، يعني العجينة دي أنا حساها أنها بصراحة الأنسب لللانش بوكس، لأنه أنا ممكن أشيلها زي ما هي وهي مستوية بتفاحها بكل حاجاتها في الفريزر، مقفولة كويس، محطوطة في علبة، محطوطة في أي حاجة، المهم أن هي تبقى محكمة الغلق وحطها في الفريزر بعد السوى وطلعها أسخن منها. فبالنسبة لي ألطف بكتير من أي عجينة تانية ممكن نستخدمها. عجينة الباف بيستري لذيذة جدا، بس الحقيقة أنها هي يوم واحد، مش تعرفوا تتعاملوا معاها طول الأسبوع أو أنها تبقى في الفريزر أسحب منها وقت ما أنا عايزة، لأن حاجات زي كده عايزين نستخدمها في لانش بوكس، يعني على الأقل عايزة أنها استخدمها مرتين أو ثلاثة عشان الولاد ما تزهقش، أكيد مش كل يوم هحط لهم نفس الحاجة. فهحط النهارده وافوت يوم واحط اليوم اللي بعده، فمحتاجه ان الكميه عندي تكون في الفريزر. فالعجينه دي الانسب للمعجنات اللي فيها فاكهه، عجينه حلوه مغذيه فيها زبادي طريه فيها لبن باودر، فمميزه جدا. تعالوا نحط الدقيق ونكلم احمد. الو، انا معلش مش سامع الخط بيقطع. انا سامعاك، اهلا وسهلا. الو، اهلا اهلا، ازيك يا شيف دعاء؟ انا كويسه الحمد لله. انا عايز طريقه البانكيك. حاضر، من عيني. ممكن طريقه البانكيك؟ اختي رودي بتسلم عليك. سلم لي عليها قوي قوي قوي، شكرا، مرسي يا احمد على اتصالك. التفاح مع معلقتين ميه مع السكر على النار، هحط القرفة بس مش دلوقتي عشان ما تتحرقش من بدري. يلا بينا، هنحط الخميرة هنا، هنحط الخميرة والسكر الأول كده، واللبن الباودر كده، الزيت خليه معايا، الزبادي بالتدريج، المية الدافية برضو جنبي بالتدريج، مش هنحط اللبن بقى خلاص، احنا عندنا زبادي وعندنا لبن باودر. اللبن الباودر بيساعد على طراوة العجينة، بيخليها طرية جدا، الزبادي بيخمر العجينة وخليها طعمها تحفة، فلما هنحط كمان فيها تفاح هتبقى طرية ولذيذة، وتقدروا انتوا بقى تشكلوها زي ما انتوا عايزين. انا هشكلها بشكل معين، تقدروا تخلوها مقفولة زي الفطاير زي القطايف وتعملوها كبيرة كده، شكلوها زي ما انتوا عايزين، مش مهم الشكل اللي انا هشكلها بيه. يلا بينا. طيب وزعنا الدقيق، نحط الزيت الدقيق والحاجات كلها المواد الجافة. حطيت الزيت، هحط كمان الزبادي والمية مع بعض، العجينة واضح ان هي لسه محتاجة مية، هزود المية واكمل عجن.
هنطلع بس مش يعني اخلص بس العجل. عجلنا العجينه كويس، تعالوا نبص عليها كده. حلوه قوي، نفس التلزيق اهي، العجينه ملزقه وماسكه في نفسها شويه، بس بصوا مفيش حاجه بايدي، يعني لو انا ايدي كده تمام، ايه الحاجات بسيطه. تمام، يلا بينا نلمها بقى عشان نحط في ايدينا كده الدقيق زي ما احنا متعودين، ونطلع العجينه عشان نبص كمان على التفاح اللي بيتكرمل جنبنا. دقيق هجمعها بايدي، بس انا مش عايزاها تنشف اكتر من كده. تمام، فين الدقيق تاني؟ انا بحط دقيق في ايدي فقط اهي، زي ما عملنا في العجينه اللي فاتت. يلا هنسيبها بقى كده 5 دقايق 10 دقايق، نروح هنا للتفاح. التفاح هحط عليه القرفة دلوقتي، خلاص كده تمام، ريحة القرفة تطلع وما يبقاش فيه اي سوائل ولا اي حاجة، كده ابقى الحشوة عندي جاهزة. هاخدها على جنب واسيبها تبرد، واسيب العجينة ترتاح من 5 ل10 دقايق، ونطلع فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حتة. رجعنا من الفاصل، والعجينه يا دوب اللي احنا عجناها مع بعض هي اللي هنشتغل بيها على طول، يعني مش محتاجه ان انا اخمر العجينه دي مع انها فيها خميره، او مش محتاجه ان انت تخمري العجينه بما انها برضو فيها خميره، انا بس سبتها ترتاح حوالي 10 دقائق، فيعني انا ما عداش 10 دقائق، انت سيبيها 10 دقائق ترتاح وبعدين ابتدي اشتغلي فيها على طول، فيها زبادي فمش هتحتاج ان هي تتخمر وقت طويل خالص. العجينه اهي دي اللي عجناها مع بعض على طول، هبتدي بس ارش لها رشه دقيق وابتدي ايه افردها. يلا بينا، بسم الله. نرفع العجينه شويه، بلاش تبقى تخينه قوي. ينفع احشيها حاجه تانية غير التفاح؟ اه طبعا، براحتك بقى. عايزه تعرفي سمك الايه؟ عارفه سمك التارت، عجينه التارت، هي سمك عجينه التارت، يعني ما تتخنيش عن كده. لما بنيجي نعمل تارت بيبقى تقريبا ولا هو سميك ولا هو رفيع قوي. يلا كده 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 اخر لفه، عايزين نبص على اللي في الفرن صح؟ حاضر. نبص على الفرن، يلا بينا نبص كلنا على الفرن. لا خلاص يعني اه يلا كده تمام يا حبايبي، زي الفل. نجيب بقى اي قطاعه، اي كوبايه، اي غطا برطمان، اي حاجه مدوره ونقطع.
نعمل كده وكده وكده وكده، ونيجي بالسكينة. هنحتاج شوية شرايح، نعمل كده نقطع الشرايح شرايح كده وكده عشان هنستخدمهم. يلا ناخد دايرة زي دي كده، نحط بس من تحتها كده شوية دقيق، وعلى ظهرها أعمل الشكل ده، وأجيب حشوة التفاح بالقرفة وأعمل كده. احنا عايزين نشيل العجينة أصلا ونشكلها، ثانية واحدة، هنشكلها واحنا في الصاج ونطلع اللي في الفرن حالا. يلا يومي يومي. خلينا ايه نحطه كده، ناخد بقى الشرايح دي ونعمل كده ونعمل كده وناخد من هنا نعمل كده. استنى واحدة كمان، نعمل دي هنا كده ودي كده. اوكي نجيب شوكة ونضغط على الجناب بالشكل ده، عشان ايه كل الجوانب تلزق. نتني الاطراف. يلا اللي بعده، انتوا كده شايفيني كويس؟ طب هنا اوكي تمام. يلا ثواني. انا رفعت اللي هنا شوية عشان ايه الشكل الرفيع ممكن يبقى لذيذ، فقلت ارفع الشرايح شوية. انا بوريكم الفكرة وانتوا طبقوها بالشكل اللي انتوا حابين. طيب ناخد بقى الشوكة ونضغط برضو كده وكده وكده وكده، مش هطول عليكم علشان اوريكم النتيجة. هحط اللبن مع هحط البيض مع الفانيليا ونضربهم كده وندهن الوش. عايزين تدهنوا بالخليط اللي عملناه في العجينة الأولانية ما عنديش مشكلة، عايزين صفار بيض وقهوة سريعة الذوبان ما عنديش مشكلة برضو. ادي أشكال العجينة بتاعتنا بالشكل ده، بندهنها بالبيض علشان تدينا اللون الحلو من بره. ادي النتيجة بعد ما بتدخل الفرن وبتطلع. تعالوا بقى بصوا عليها عشان احنا كده ايه خلاص
بتدخل الفرن وبتطلع بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نقدر نشيلها زي ما هي كده في الفريزر، وادي الساندويتش اللي عملناه مع بعض، العيش اللذيذ قوي اللي بيتفتح بالشكل ده. هوريكم حالا بيتفتح ازاي علشان بكرة ان شاء الله نعمل منه الساندويتشات. بصوا اهو كده، هو تمام فلة. نبتدي بقى بعد كده نحشي الحشوات اللي احنا عايزينها كلها ونقدمه بالشكل ده للولاد، يبقى مقفول وفي نفس الوقت محشي ولذيذ قوي 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 وطعمه حلو جدا جدا جدا. يلا هنطلع فاصل، يلا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل ومنورنا ومشرفنا دكتور محمد جوده شاهين، استشاري طب وجراحه العيون. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. زي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. شفتني وانا بقلع النضاره؟ يعني الموضوع صعب، بس هو يعني خلينا بعيد عن الكبار دلوقتي، خلينا نبتدي بالصغيرين بما اننا دخلت مدارس. تمام. وانا كل سنه وحضرتك طيب، وانا من الامهات اللي اكتشفت ان ولادي محتاج او ابني يعني محتاج نضاره في اول المدرسه. تمام. ايه بقى ازاي نكتشف الاول ان الولاد وهي داخله المدارس كده عندها مشكله في النظر؟ هل بكشف مبكر، باني استنى لما المدرسه تقول لي ان هو مش شايف او بيكتب غلط، بيكتب عكس؟ يعني في حاجات كتيره جدا في الحته دي بتبين، فعايزين نقول للامهات ازاي ياخدوا بالهم ان ولادهم عندهم مشكله في النظر. كل سنه وانتم طيبين اولا بمناسبه طيب. العام الدراسي، ونشكر كل امهات على المجهود اللي انتم بتعملوه. شكرا. مجهود عظيم يعني. شكرا. طيب، هو ضعف النظر واحد من ابرز الاسباب بتاع ضعف التحصيل الدراسي، يعني ممكن تلاقي الطفل مجهود يعني درجاته مش كويسه بسبب ان هو اصلا نظره ضعيف، والطفل مش عارف يعبر، مش قادر يقول ان هو نظره ضعيف. ده حقيقي. فالمسؤوليه بتبقى على الاباء والامهات والمدرسه. كنا زمان في المدرسه بنعمل اختبار لكل الاطفال عشان يقدروا يفلتروا للاطفال اللي نظرهم ضعيف، يقولوا لهم روحوا اكشفوا، والاطفال اللي هم كويسين. أيوة صح. ما اعرفش ده موجود دلوقتي ولا لا. ما اعتقدش. المهم دلوقتي ان احنا الاباء والامهات لازم يلاحظوا على اطفالهم بعض العلامات اللي بتقول ان هم نظرهم ضعيف، زي ان الطفل بينقل غلط زي ما حضرتك قلتي، بينقل الكلام بالعكس، وفي الفصل المس والمستر بيحس ان هو مش مركز معاهم، مش درجاته مش كويسه، بيضحك في عينه كتير، عينه بتدمع، بيصدع، في حاجات كتير قوي، بيميل راسه كده عشان يشوف كويس. ولو واحد اصلا هو او زوجته عندهم ضعف نظر، فده سبب ادعى ان هو اولادهم ممكن يكون عندهم دكتور. في جزء منهم بيكون فده سبب ادعى ان احنا لازم قبل ما نبدا الدراسه كل الاباء والامهات يشرفونا في العياده عشان نكشف على الاطفال. ولما احنا بنتاخر في لبس النظاره ده ممكن يؤدي لمشاكل بعد كده، ممكن النظر يضعف، ممكن يحصل كسل في العين. فاحنا دايما بنقول ان احنا لما بنعالج الموضوع ده بدري النتائج بتكون كويسه، والاطفال بيقدروا ان هم يركزوا، بيتخلصوا ساعات كتيره من صداع والم وازعاج، وهم مش قادرين يعني ان هم يعبروا. ايوه، هم مش بيبقوا فاهمين فعلا هم محتاجين ايه. تمام. او يعني ده فعلا دور المدرسه، دور المدرس، دور البيت ان احنا نكشف. وده الحقيقه عن تجربه شخصيه كان حاجه كويسه جدا يعني. تمام. انا اكتشفت من وانا صغيره ان انا عندي مشكله في عيني من اني كنت ببص لتحت كده، يعني انا كنت ببص بنظره مختلفه كده للتلفزيون،
في حاجات الاطفال بيعملوها ممكن ان هم يضغطوا على عينيهم كده عشان يشوفوا احنا بنضغط على عينيه بنزر على عينيه أيوة. بيضغط على عينه كده عشان يشوف كويس. ساعات برضو بيبقى وضع الراس مختلف وبيميل راسه عشان يشوف كويس، وممكن تلاقي طفل في عين من عينيه ضعيفه جدا فهو عايز يتجنب الرؤيه بيها عمال يغمضها بالزبط. يغمضها عشان ما يشوفش بيها بالزبط. فهو دي مسؤوليه الاب والام اولا واخيرا، لازم تروح تكشف وتجيبه لنا في العياده نشوف اذا كان عنده ضعف نظر بنلبس النظاره بتاعته على طول. حلو قوي. نروح بقى للي خلصوا المدرسه ورايحين الجامعه. تمام. في ناس يعني برضو بتتضايق من شكل النظاره، مش حابه تلبس النظاره، بنات واولاد يعملوا ايه بقى؟ هم داخلين الجامعه عايزين يستغنوا عن النظاره. وده من اكتر الاسئله اللي بتجيلي دلوقتي، احنا يعني بنسيب كل حاجه كده وبعدين نرجع نفتكر بقى ان احنا نظرنا ضعيف، صيفنا وخلصنا المصيف، ايه ده انا نظري ضعيف ومش عايز اعمل العمليه. هو ودايما السؤال اللي بيقول بيجي لنا، هل احنا كده اتاخرنا؟ احنا خلاص الدراسه قربت، هل احتاج اقعد فتره طويله في البيت وانا عايز ادرس على طول؟ لا، احنا مع التقنيات الحديثه من عمليات تصحيح الابصار بقى رجوعنا للطبيعه بوقت اسرع جدا، يعني اقدر ان انا اعمل العمليه في الوقت ده وهلحق ان انا اذاكر واشوف كويس والدنيا تبقى تمام، والعمليات نفسها بسيطه في 5 دقائق دلوقتي مع التقدم. عمليات الليزك يعني؟ عمليات الليزك كلها، يعني في عمليات كتيره من 5 ل6 عمليات. مع التقدم بقى بتاع الاجهزه والحداثه بتاعتها نقدر ان احنا نرجع لطبيعتنا ونرجع للنظر الكويس في فتره قليله جدا. وكمان عايز اقول لحضرتك ان مفيش زي معتقدات الناس فاكره ان في ليميتيشن في الحركه، انا مش هفضل قاعد في البيت، هفضل قاعد في اوضه ضلمه، يعني الكلام ده كله مش موجود. احنا من اول يوم نقدر ان احنا نخرج، نقدر ان احنا نمارس حياتنا عادي خالص، اقدر استخدم الموبايل الكمبيوتر اتفرج على التلفزيون مع بعض التعليمات البسيطه اللي احنا بنقولها للناس. بيجي لنا ناس دايما من بره عندهم اجازه يومين، اخواتنا العرب بيثقوا جدا في الطب وخاصه طب العيون المصري، هو عنده اجازه يومين، احنا بنقول له اعمل العمليه بتاعتك واخرج اتفسح عادي وزور القاهره وزور مصر واعمل اللي انت عايزه. فالموضوع دلوقتي بقى نقدر ان احنا نعمل كل حاجه وان شاء الله النتائج سريعه ونتائج رجوع للنظر ممتازه. طب هل في سن معين؟ طبعا اقل سن هو 18 سنه مع ثبات النظر. اقل من كده ما ينفعش. هايل. اقل سن 18 سنة. بتاخد وقت قد ايه يا دكتور؟ العمليه نفسها 5 دقائق. 5 دقائق فقط ويتم تصحيح النظر بالكامل. طب في الم؟ لا، مفيش اي الم في عمليات تصحيح الابصار خالص، وبيمارس حياته بشكل طبيعي من اول يوم مع بعض التعليمات البسيطه اللي زي ما قلت لحضرتك، تعليمات بسيطه اللي هو ما يفركش في عينه، ما يدعكش في عينه، ما يدخلش ميه في عينه. غير كده الموبايل مسموح، الكمبيوتر، الخروج، وبالنسبه لسيدات البيوت ممكن ياخدوا بس راحه يوم او حاجه من المطبخ والفرن والحراره العاليه وبعد كده يرجعوا يمارسوا حياتهم عادي خالص. لو عندهم مشوار يقدروا ان هم يروحوا، لو حابه تروح في اي مكان بتخرج عادي ما فيش اي مشكله خالص. ممتاز. بيكون الشخص او المريض اللي عايز يعمل العمليه بيكون خايف ومشدود، فاحنا دورنا ان احنا نطمنه، دورنا ان احنا نبذل كل جهد ان احنا نعمل الفحوصات بتاعتنا، نعمل الكشف، نحدد له نوع العمليه المناسب، لان زي ما قلت لحضرتك في حوالي 5 أو 6 عمليات مختلفة مش عملية واحدة. فاحنا بنحدد لكل واحد العملية الآمنة واللي تدي له جودة نظر كويسة، واحنا بحاول انا اتواصل مع المرضى بنفسي، معاهم رقم الشخصي بتاعي ورقم الواتساب، يتواصلوا معايا لو عايزين اي حاجة في اي وقت، فدي حاجة برضه بتطمنهم ان الدكتور معاهم، وبرضه انا واحد من الناس اللي عاملين تصحيح ابصار، فبرضه دي حاجة بتطمنهم زيادة طبعاً. ان الموضوع في ثقة يعني الحمد لله. طيب عايزة اعرف سؤال شخصي يا جماعة، شخصي شوية. في ناس ينفع لها ليزك وفي ناس ما ينفعلهاش؟ مظبوط. صح كده؟ مظبوط. انا من الناس اللي ما ينفعليش. معلش. زي ما احنا قلنا ان احنا العامل المهم او اهم عامل عندنا هو عامل الامان. فعامل الامان في بعض الناس ما بيكونش متحقق، بتكون مقاساتهم اكبر من اللي احنا نقدر نصلحه او فحص القرنيه بتاعهم ضعيف. برضو الناس دول لا، كنا زمان ما كانش في امل خلاص، كنت تقول له خلاص انت ما ينفعلكش حاجه غير كده. ايوه. تلاقي المريض الدنيا تسود في عينه. أيوة. خلاص يكتئب ويا. ايوه. لا، في بدائل كتيره دلوقتي. في بدائل. طبعا، وبدائل امنه جدا زي عمليات زراعه العدسات. عمليات زراعه العدسات. أوكي. للناس اللي مقاساتهم عاليه مش قادرين ان احنا نصلح لهم تصحيح ابصار. بنعمل لهم حاجه اسمها زراعه العدسات، وتبقى اجراء بسيط في خلال 5 دقائق، عدسه بتخش في فتحه صغيره قوي من خلال 2 مللي في القرنيه بدون اي جرح، بدون غرز، بدون اي حاجه، وكل حاجه بمنتهى الامان، ننام بيها ونقوم بيها عادي. هي عدسه دائمه جوه العين مش متشافه بالعين المجرده. أوكي. يعني المريض مش شايفها اساسا. ممتاز. بتصلح له كامل المقاس وفي نفس الوقت سايبه القرنيه خلاص، اللي هي القرنيه اللي بتكون ضعيفه ومش قادره ان احنا نعمل عليها تصحيح ابصار بالليزر. ايوه بالظبط. طيب ممتاز. نروح بقى لو حد مثلا من البنات وفرحها قرب، امتى الوقت المناسب اللي تاخد القرار فيه انها تعمل ليزك؟ تمام. كل ما كان الوقت، يعني كل ما كان الوقت قدامها مسموح يعني كبير، كل ما كانت النتيجه افضل، بس احنا بنقول ان احنا محتاجين اسبوع او اسبوعين. هو المريض بيستعيد النظر في خلال ساعات من بعد العمليه،
فلو واحده عايزه تعمل العمليه بتاعه الليزك والفرح بتاعها قرب، ده طبعا هيبقى افضل ان هي اكيد مش عايزه تروح لابسه نظاره. وكذلك العدسات اللاصقه ساعات بيبقى فيها مشاكل كبيره. أيوة. فعمليات يعني ساعات بيحصل مشاكل ممكن نتكلم عليها في اخر الحلقه. فعمليات التصحيح يعني لو قبل الفرح باسبوع اسبوعين لو وقتها يسمح الدنيا بتبقى تمام ان شاء الله. طب هي عمليه الليزك ليها اي مضاعفات يا دكتور؟ يعني مثلا من الحاجات اللي انا بسمعها دايما هو على فكره الليزك بترجع تاني، واختلفت الاراء. في ناس قالت لا احنا عاملينها بقالنا سنين وما رجعتش، وفي ناس قالت احنا فعلا احتاجنا ان احنا نلبس نظاره بس مش بنفس مقاساتنا القديمه. فيصل في الموضوع ده، هل العمليه كانت تنفع لنا من الاول ولا لا؟ وهل كانت امان ولا لا؟ وده برضو التقدم اللي حصل في اجهزه التشخيص. انا لما بيجي لي مريض بشخصه، والله لا انا عارف ان ده لو عمل عمليه في احتمال 1% ان هو النظر يرجع يضعف تاني، فده بنقول له لا مش هنعملها. احنا لازم نكون متاكدين 100% ان شاء الله ان النظر هيبقى ثابت وان فحصي سليم وان انا متابع احدث وسائل الامان العالميه. معايير الامان لازم تكون مطبقه، ودي اهم حاجه عندنا بالزبط. احنا نكون مطبقين معايير الامان بحيث ان دي عمليه احنا بنقول انها بتتعمل مره واحده في العمر، فتتعمل بصوره صحيحه او ما تعملش. بالظبط. طيب نروح لسؤال الميه البيضاء عند كبار السن. من طبعا اكتر يعني الامراض الشائعه هي المشكله دي. مظبوط. يعني فهي ايه دلوقتي اتطورت لحد فين؟ هي الميه البيضاء وعمليات الميه البيضاء تعتبر تقريبا من اكتر العمليات اللي بتتعمل على مستوى العالم كله، وهي غالبا زي ما حضرتك قلتي بتيجي في كبار السن في نسبه قليله قوي، بتيجي في الناس الصغيرين. واحد بياخد كورتيزون، واحد عنده سكر ربنا يشفيهم ويعافيهم، واحد اتخبط في عينه، واحد عنده التهابات داخليه، بس النسبه الاغلب والشائعه بتكون في الناس اللي هم كبار السن. أيوة. كان برضه حصل تطور كبير في 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 العمليه نفسها. كان زمان العمليه هي الميه البيضاء دي العدسه بتاعه العين بتاعتنا اللي ربنا خليها بيحصل عليها عتامه، فاحنا كنا بنعمل ايه؟ بنفتح فتحه كبيره نطلع العدسه دي ونزرع عدسه مكانها. طب الفتحه الكبيره دي هيتعمل فيها ايه؟ هيتاخد فيها حوالي 4 أو 5 غرز. دلوقتي بقى الجهاز نفسه برضو من نفس الفتحه زي ما قلت لحضرتك بتاعه زرع العدسه، فتحه صغيره جدا 2 مللي تخش في القرنيه، هي بتمتص العدسه تفتتها بنسميها استحلاب، تفتت العدسه وبنزرع عدسه مكانها لينه مكان الميه البيضاء اللي احنا شلناها، بتصلح لي النظر كاملا، تعالج لي مشاكل ضعف النظر اللي ممكن تجيب لواحد يعني اكتئاب من كتر النظر ما هو ضعيف وخلل في الرؤيه وكبار السن مش مستحملين، يعني عندهم أكيد. حاجات ثانيه عندهم أكيد. مشاكل ثانيه اكيد فبيضايق يعني بيفرق نفسيا، يعني العمليات دي ليها جزء شق نفسي بتفرق طبعًا. نفسيا مع ناس كتير طبعا. حصل بقى تطور في نوع العدسات كمان اللي احنا بنزرعها. احنا بنقول ما فيش حاجه زي اللي ربنا خلقها اكيد، بس في تطور دلوقتي في نوعيه العدسات مذهل. أيوه. العدسات زمان كانت بتصلح لي الرؤيه البعيده فقط، دلوقتي أيوه. لا العدسات بتصلح لي الرؤيه البعيده والمتوسطه، وفي عدسات كمان بتصلح لي في الرؤيه القريبه. أيوه. فالمريض ممكن يعمل عمليه المايه البيضاء يكون لابس نظاره قبل العمليه، يستغنى عن النظاره تماما، ما يلبسش نظاره لا في البعيد ولا في القريب. طب وهل عمليه المايه البيضاء دي برضو بترجع تاني يبقى فيها مشكله؟ لا، هي المايه البيضاء هي عتمه في عدسه العين، احنا وانس ان احنا شلناها وفتتناها وحطينا مكانها عدسه مكان مش هترجع تاني خالص. برضو كان في زمان المريض بيحتاج يقعد فتره استشفاء فتره طويله. أيوة. كان المريض محتاج ان هو مثلا ممكن يبات في المستشفى، دلوقتي بيخلص العمليه برضو من 5 لـ10 دقائق ويروح على طول. أيوة. في نفس اليوم. مزبوط. ما يحتاجش ان هو يقعد في المستشفى خالص. برضو التعليمات بتاعتها نفس التعليمات، تعليمات بسيطه، ممنوع ان هو يدعك في عينه، ممنوع يغسل عينه او يدخل ميه في عينه، انما يقدر يتحرك عادي، يقدر ان هو يمارس حياته، تقدر ست البيت بعد ما تعملها تمارس حياتها عادي من اول يوم. طيب هو عاده بتبقى عين واحده او يعني او الاثنين، لما يبقى عندي الاثنين هعمل واحده واستنى على الثانيه ولا بنعمل الاثنين مع بعض؟ لا بنعمل العين الاول نطمن عليها، وبعد كده ان شاء الله لما تبدا ان احنا نشوف بيها كويس بنعمل العين الثانيه، ممكن في خلال اسبوع نعمل العين الاثنين. تمام. صلاح واحد صديقي يعني من أيوة. بلدنا، هو كان عنده ميه بيضاء نتيجه ان هو كان بياخد قطرات معينه وكان عنده حاجه قبل كده في الشبكيه، فجاله ميه بيضاء على السطح الخلفي. تمام. هو شاب صغير وهو كان عايز ينزل يتمرن، بيحب يروح الجيم والكلام ده، فهو الحمد لله عمل عمليه وبقى كويس وتطور بقى مذهل في الجيم. الدنيا تمام. الدنيا تمام طبعا، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص، مفيش حاجه تخوف الحمد لله. طيب عندي سؤال اخير. القنوات الدمعيه ومشاكلها، يعني في ناس كتير جدا بتحتاج على وقت طويل يجربوا معاهم دواء ودواء 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 وفي الاخر برضو بيفضل عندهم مشاكل. ايه التطور اللي حصل في تسليك القنوات الدمعيه دي او مشاكل القنوات الدمعيه والدموع؟ احنا بنتكلم على الاطفال ولا الكبار؟ الكبار. الكبار. هو بيحصل، كان عندي حاله النهارده نفس الموضوع ده، بيحصل ضيق شويه في التصريف، تصريف الدموع مع الوقت. تخيلي ان الحنفيه مفتوحه
والبلاعه بتاعه التصريف دي مش مسدوده، هي مكتومه. تمام. مش بتصرف الميه بصوره كافيه، فالميه تعمل ايه؟ مستواها يرتفع، نفس اللي بيحصل، افراز الدموع شغال كتير كتير كتير، والبلاعه بتاعه تصريف الدموع هنا ضيقه شويه. بالظبط. هتعمل ايه؟ الدموع هتتراكم في العين وتبدا ان هي تنزل تنهمر. تمام. طيب العلاجات اللي احنا كنا بنعملها ان احنا بنعمل عمليات معينه لتسليك القنوات الدمويه دي، والعمليات دي حتى بقى بتتعمل دلوقتي بالمنظار بدون فتحه خارجيه. تمام. وفي ادويه دلوقتي شويه بتقلل افراز الدموع، يعني الدموع اللي هي الكتيره دي انا ساعتها دلوقتي انا مش محتاجها. أيوة. ففي قطرات وعلاجات دلوقتي بتهدي شويه من افراز الدموع. يبقى انا عندي حلين، حل دوائي وحل جراحي لو الحاله مستدعيه تدخل جراحي. في تشخيص عكس بعض كده يا دكتور انا ما بفهموش، اللي هو منين في جفاف ومنين في دموع؟ حلو قوي السؤال ده، السؤال ده حلو قوي. انا كنت هعمله حتى فيديو على اليوتيوب. ان انا دلوقتي ممكن مريض يبقى عنده دموع ويبقى اسمه عنده جفاف. بالظبط. ومريض يبقى عنده دموع ويبقى اسمه ان قناه تصريف الدموع مقفوله. بالظبط. تمام. هو المقصود بالجفاف مش يعني واحد من تعريفات الجفاف. أيوه. اللي هو نقص في كم الدموع او كيف او كواليتي بتاع الدموع. أوكي. يعني الدموع ممكن المنهمره دي عيني مش مستفيده منها بحاجه. تمام. هي مش ثابته على عيني، المفروض بالزبط. الدموع دي متغطيه بطبقه دهنيه او زيتيه تمسكها. اوكي. فدلوقتي الدموع دي تحولت لميه. أيوه. الميه دي منهمره. اه هو الاسم جفاف، لا هو الكواليتي بتاع الدموع قليل. اوكي. وده ليه تشخيص تاني وليه اختبارات في العياده، ان مريض يبقى بيدمع واقول عليه ان هو عنده جفاف، ومريض بيدمع واقول عنده انسداد. بالظبط. هي بتلخبط مختلفين جدا تماما. ما شاء الله عليكي انت بيبقى. دي ملحوظه حلوه قوي. خبره. ملحوظه حلوه قوي. بتبان بالكشف طبعا. بالكشف وبقى الاختبارات اللي في العياده. ايوه طبعا. وبياخد وقت اعتقد، بياخد وقت شويه على ما يتعالجوا، مش كده؟ كل مرض ليه كورس العلاج. أيوة. بتاعه وليه الطريقه اللي احنا بنعالج بيها. في امراض بتحتاج وقت شويه، بتبقى امراض مزمنه. تمام. هي ما حصلتش في يوم ولا في يومين ولا اسبوع. تمام. هي خدت وقت عشان تحصل، فعشان كده برضو العلاج بياخد وقت. قدم لنا نصيحه اخيره للامهات ولكل الناس اللي نظرها ضعيف ومحتاجه نظارات. شوفوا يا جماعه ما تهملوش في لبس النظاره. احنا بنشوف ناس بييجوا بقى لما كبروا يقولوا يا ريتني كنت لبست النظاره. اكشفوا ما ولو ام ابنها عنده نظاره. أيوة. او بيلبس نظاره عادي مش عيب. قولي له. أيوة. دي حاجه مش عيب، دي حاجه ما تعيبكش انت تلبس نظاره. ده حقيقه. ولو ام عندها ابن تقول له لو شاف ولد بيلبس نظاره ما يتريقش عليه، لان ده سبب من الاسباب الكبيره الاطفال ما تلبسش نظاره. عشان خايفين صحابه بيتريقوا عليه، خايفين من مواجهه الناس، ان خايفين ان دي حاجه عيب. بالظبط. ففي ناس كتير قوي شفناهم نظرهم حصل فيه مشكله كبيره لما كبروا بسبب ان هم ما لبسوش النظاره. بالظبط. تمام. نورتنا يا دكتور، شكرا جدا على المعلومات القيمه. مستنيين حضرتك ان شاء الله تنورنا تاني وتالت ان شاء الله باذن الله. بشكركم جدا جدا جدا، وبشكر دكتور محمد جوده شاهين استشاري طب وجراحه العيون. تابعونا دايما على السوشيال ميديا، انستغرام، فيسبوك، ويوتيوب، وصفحات بانوراما على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، وصفحه سر الصنعه للمقادير والوصفات والفقرات. نشوفكم على خير ان شاء الله. اشوفكم بكره على الهواء. باي باي.